مرحبا، مثل ما سمعنا لأغنيتنا اليوم راح تكون هي تفتة هندي، هي أغنية لبنانية قديمة، وهي طبعا على مقام النهواند، وهي بتعبر عن كامل المقام حقيقة. نرجع بنقول مقام النهواند عنا علامات تحويل مي بيمول ولا بيمول والسي بيمول، وتأتي السي بكار عرضية على المدرج. نرجع نتذكر النهواند الدو، عنا دو ري مي بيمول فا صول لا بيمول سي بكار دو، نرجع سي بيمول لا بيمول صول فا مي ري ودو. وهلا بنقول السولفيج، اذا تفتا هندي دو دو صول صول دو دو صول 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 لا دو سي لا صول 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 لا صول فا 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 صو فا مي 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 فا مي ري مي دو صول 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 لا صول فا 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 صو فا مي 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 فا مي ري مي سي دو. طبعا رح نعيدها مرة ثانية بشكل أبطأ على طلب الطلاب. إذن دو دو صول صول دو دو صول 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 لا دو سي لا صول 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 لا صول فا 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 صو فا مي 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 فا مي ري مي دو صول 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 لا صول فا 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 صو فا مي 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 فا مي ري مي سي دو. هذه هي المقطوعة، وننصحكم طبعا بكثرة التمرين بداية عنا هوند مقام النهواند على الدو، وبعدين نختار المقطوعة كيف نعزفها. نرجع نذكر نهواند الدو وكيف نتمرن، يعني نبدأ إذا دو، قد ما فيك بطئ بالبداية لحتى بعدين يصير عندك سرعة. إذا دو ري مي بيمول فا صول لا سي دو سي لا بيمول لا صول فا مي ري دو. طبعا اذا فيك تضرب القرارات معك وانت صاعد وانت هابط بيكون احسن، مثلا اذا ضربنا دو والفا والصول فبيطلع الموضوع، يعني المقطوعه بتطلع اجمل اذا بنضرب الباس مع التريبل. وشكرا.